الله عليك. الله يصح لسانك يا ابو عبد الرحمن. ابو عبد الرحمن، الشيء اللي انا اعرفه عنك او اغلبيه الجمهور يعرفه عنك، عندك موهبه ثانيه غير الشعر. انا ما ابقى قايلها، ابغيك انت تبي تقول. والله صل على النبي، انا مشكلتي اني متعدد مواهب. يا سلام عليك. هذه هي مشكله ولا انا ما ادري؟ ما هي مشكله ان شاء الله. يقولون انك رسام. الله الله، فيصل انصدم الشيء هذا. اي والله، انا عندي، وانا قد وعدت وليد بحيه برسمه له. انا عندي معلومه قديمه اصلا، لو هذه كنت اعرف. سبحان الله، اول مره شوف في ترابط بين الرسم والشعر. كلام سليم. واعرف شعار واجد واعرف رسامين، بس اني اللهم لك الحمد ترى ابو عبد الرحمن تميز بحاجتي انه جمع الرسم والشعر كلها معه. ما شاء الله. لان هذه حسيس وهذه حسيس كلها. نعم. يعلمك الجنه. انت متجه له الرسم بشكل كلي؟ انا كنت في يوم من الايام متجه له بشكل كلي، كنت بالعكس احب اني افرغ نفسي اطلع من الـ لو بحثنا الـ لو بحث الجمهور عن رسمه هناك بيلقى وايد. زين، متى بديت انت الشعر ولا الرسم؟ لا، الرسم بديتها من مبطي، وما كنت والله ارسم واعرضها للعالم، لكن خذيت لي فتره يمكن شهرين ثلاثه بديت اطلع رسماتي وقطعتها. اذا قلت لك نايف، انت وش موهبتك، شاعر ولا رسام؟ الرسم مبطي، ما رسمت، اخاف الحين اجي ارسم اللي ذبحيها يطلع محمد ناصر. يعني انت تشوف ان ايه، انت تشوف ان يعني يمكن تقول شاعر انه استنقاص في موهبه الرسم؟ لا، ولا لا تشوف لا ان الشعر له مكان؟ لا، لاني شوف ما بعد صقلت موهبه الرسم عندي. ما رسام بعد. إيه، لو انا استمريت على ذا الحال وصلت لشيء. جعل ربي يوفقك التوفيق الطيب. ابو ناصر سم. هذه الجوله الثانيه. اي، وش السبب اللي خلاك